عظم الله الأجر صبح ومسيا، كل مصيبة عزي زهر الزكية، كل مصيبة والعزة اليوم، والعزة اليوم، والعزة اليوم، فقدت الصادق المسموم، فقدت الصادق المسموم، البقيع وجهي ثغر رسالة من كسر قلب رغم فيض الجلالة، البقيع وجهي ثغر رسالة من كسر قلب رغم فيض الجلالة، يعتذر للأمة عن حال واعتذار للنبي الهادي، وقال يعتذر للأمة عن حاله وغضبه، واعتذار للنبي واعتذار للنبي الهادي، وقال القبور مهدمة من الأيادي الآثمة، القبور مهدمة من الأيادي الآثمة، لا مآذن في المدافن لا صحن لنا، لا مآذن في المدافن لا صحن لنا، لا ضريح لا قبار لا منارة للسحر، لا ضريح لا قبار لا منارة للسحر، لا مراقي للفراق تضوي ظلماتنا، هذه كانت جنة القار قد اسمها أوزار، جنة لكن جن فيها من الغدر زلزال، يا أغوال بثراها من العدا بدلت من حالة الجنة إلى أي حال، هذه كانت
جنة تلقى قد اسيمها وزال جنة لكن جنة فيها من الغدور زيزال ياهي أهوال بثرها من العدا وهو بدلت من حالة الجنة إلى أي حال بدلت من حالة الجنة إلى نسخة طبقي الأصل جنها من أمية من بني العباس الطغمة الدنيا يضيق لها الصدر من تسمع مناقب للنبي وآله للزهر الزكية ابتداء عصر الفتان وانهدام قبر الحسن ابتداء عصر الفتن وانهدام قبر الحسن قبة النور تطفي دجور بنوره الصافة قبر زاني العابدين قبر للباقر رصيد قبر زاني العابدين قبر للباقر رصيد لا مزارات لا منارات زيني الجامع ما يعود الزمن لكن يظهر الحجة العدل بيسود عند للخلوق منجا يبني المشهد ورا المشهد بلا ضجة من عقوب ما يكمل بتار النبي الحجة ما يعود الزمن لكن يظهر الحجة العدل بيسود عند للخلوق منجة يبني المشهد ورا المشهد بلا ضجة من عقوب ما يكمل قرار النبي الحجة هذه كانت جنة الأرض قد اسمها وزاد هذه كانت جنة القار قد اسمها وزار جنة لكن جنة فيها من الغدور زلزال يا هي أهوال بثراها من العدا تبدلت من حالة الجنة إلى أي حال بنزوره ننصب للعترة مآتب في شوال نحيي عزالي محرم بنزوره ننصب للعترة مآتب في شوال نحيي
عزالي محرم نحيي للصادق معتير ونندي بعالي المراتير ندخلك جنة ملك ما واقف على العرش عجيب جنك عبا او ما هي صعبة شنك كعبة أو ما هي صعبة دخلت الناس وكل زاير بس مشاعر كل زاير بس مشاعر عنده وإحساس بنزوره وننصر للعترة مآتم في شوال نحيي العزالي محرم نحيي للصادق مؤتيب ونندي بعالي مؤتيب ندخل جنة ملك ما واقف على العرش حاجب جنك عبا وما هي صعبة دخلت الناس وكل زاير بس مشاعر عنده وإحساس شنك عبا وما هي صعبة دخلت الناس وكل زاير بس مشاعر عنده وإحساس بس مشاعر عنده وإحساس الإمام ابن الإمام ذكره بس اللي يشتعل جوف ضرامن الأياد الآثمة صادق الآل الكريم منبع العلم العظيم جرح يا شعاليم يشبههم فاطمة والله حيرة نهمل المجمع على حالة لو البتولة بالكسيرة التعازي نقدم بجولة وراغ جولة عسى يعظم الله أجرحك فاطمة فيها المصيبة عسى يساعد الله قلبها وما تضيق بها الرحيبة قلبها وما تضيق قبها الرحيبة قلبها وما تضيق قبها الرحيبة